نتحدث عن الإعلام يتبادر إلى الأذهان الإعلام بمفهومه الحديث والمعاصر. إننا نسعى إلى إعلام يلبي احتياجات المجتمع بضمان تغطيات مهنية تبرز القيم الإيجابية ونقاط الضوء على الصورة الكاملة عما يدور داخل البلاد. إننا نسعى إلى إعلام ضد الإرهاب والتمييز والعنصرية والطائفية. نسعى إلى إعلام ضد التخوين والتشويه وانتهاك الخصوصية والابتزاز. نتحدث لكم اليوم من خلال منبرنا هذا عن كيفية ريادة الأعمال سواء كانت بالميديا أو غيرها. ريادة الأعمال هي عبارة عن فرصة وتجربة مربحة جدا لجميع المشاركين أصحاب رؤوس الأموال، واطلاعهم على المشاريع والأفكار يساعد في العثور على فرص استثمارية، وبالتالي يساعد على الراغبين في تحويل أفكارهم من صفر إلى أعمال جيدة وممتازة. إن مكانة ريادة الأعمال وإبرازها كمحرك لمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وتحقيق مجتمعاتنا آمنة مستدامة مهمة جدا في الوعي. شكرا سمو الأميرة خلود. أستأذنك سمو الأميرة ممكن ثواني على الستيج. تكريم خاص من مهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته الثالثة للأميرة خلود بنت خالد بن ناصر ابن عبد العزيز آل سعود، ويقدمها سيادة السفيرة دكتورة علي حسن الناقور والسيدة أمال إبراهيم رئيسة المهرجان. إن ما وصلت إليه المرأة في المملكة العربية السعودية وفتحت لها أبواب لتحقيق أحلامها حسب أخلاق المجتمع العربي المسلم المحافظ بعيداً عن أشكال التعصب والتميز ضد المرأة، وأصبحت تشغل عضواً بمجلس الشورى وتتبوأ المناصب العليا في الوزارات، إضافة إلى إتاحة الفرصة لها للنبوغ العلمي والثقافي والإبداعي، وأصبحت تمارس الرياضة والمحاماة ونجاحها في مجالات الطب والهندسة والتعليم. ودرع المهرجان مقدم للسيد السفير الدكتور علي حسن الناقور، ويقدمه له الدكتور حسن راتب. وإذا كان مهرجان المرأة العربية يأتي اليوم ليعبر عن رسالة للقوى الناعمة، والقوى الناعمة الحقيقة لفظ حديث استخدم في العشرينات، وهذه القوى الناعمة تتمثل في الثقافة والإبداع والفكر، تتمثل في الفن والموسيقى، تتمثل في المكنون الثقافي والموروث الثقافي الضخم الذي يأتي لهذه الأمة العريقة في الثقافة والعريقة في المفاهيم والقيم التي سادت العالم من أقصى إلى أقصى، وظلت ردحا من الزمان تسود العالم كقوة عظمى. هذه القوة التي للأسف الشديد الآن قد حلت محلها قوة أخرى، والقوة الناعمة هي القوة التي تأخذ بالجذب ما لا تستطيع القوة الصلبة أن تأخذه بالحروب وبالدفع. أشكر كل من ساهم في هذا المهرجان بمال أو بجهد أو بفكر أو بفن أو حتى بفرحة لهذا العمل الجميل الذي يوحد القلوب ويجهز هذه الأمة لكي تتبوأ مقعدها مرة أخرى، مقعد يليق بها تحت الشمس لتعود الريادة إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. وتكريم خاص لدكتور حسن راتب يقدمه له دكتور محمد عثمان والسيدة أمال إبراهيم والسيدة السفير علي ناقور.